طيب، السلام عليكم، ويسرنا نلتقي بكم اليوم في حديث عن سد النهضة. الحديث حيكون من خلال 6 محاور. حنبدأ بالتنازع الوطني، وثم النزاع الإقليمي، ونمر بعلاقة مصر والسودان المائية، وبعد ذلك نتكلم عن انهيار سد النهضة وفوائد سد النهضة وأضرار سد النهضة. في البداية هتكلم عن قضية الحقيقة بتشغلني جدا، اللي هي التنازع الوطني في قضية مهمة زي قضية سد النهضة. إذا نظرنا للواقع المصري بنجد أن كل المصريين متحدين في رؤياهم، متحدين في أهدافهم حول سد النهضة وحول مياه النيل، لقضية مياه النيل بصورة عامة. بنجد أنه يعني كل الآراء اللي بتنشر في الإعلام، في الجرائد، في الأوراق العلمية، في التلفزيون، كلها بتتجه في نفس التوجه، اللي هو خدمة لأهداف جمهورية مصر. وحتى يعني الاختلاف السياسي ما بيخلي في اختلاف في وجهات النظر حول قضية سد النهضة وقضية مياه النيل بصورة عامة. بتجد يعني الأخوان المسلمين على مناصري السيسي على غيره من الناس كلهم توجههم واحد، وحتى بتلقى إنه كثير من الآراء من خبراء وعلماء بتلقاها يعني آراء فيها شيء كثير جدا من التهويل، لكن بالرغم من كده ما بيكون في أي صوت ضد هذه الأصوات وضد الخبراء اللي بيهولوا في مثلا أضرار سد النهضة. وفي نفس الوقت إذا مشينا لأثيوبيا بنلقى برضو نفس الوضع، إنه أثيوبيا كلها على قلب رجل واحد فيما يخص قضية سد النهضة وفيما يخص قضية مياه النيل عموما. لكن لما نجي في السودان بنلقى انه الوضع يختلف تماما، بنلقى في انه في انقسام حاد جدا جدا في الاراء، بتلقى في توجهات مختلفه، بتلقى في اراء مختلفه، حتى يعني في لقاءات في تلفزيونات اجنبيه بيتكلموا سودانيين بيكونوا يعني كل واحد فيهم بيتكلم في اتجاه مختلف تماما 180 درجه من الاخر. وبيصل الاختلاف حد انه بيوجهوا لبعضه، وفي ناس يعني في طول الوقت بيتهموا اخرين بانهم عملاء وانهم جهلاء وانهم يجب محاكمتهم وخانوا قضية البلد وغيره. ودائما النقاش حاد، يعني ما بتلقى نقاش علمي يعني هادي إلا فيما ندر يعني. فالقصة دي الحقيقة ضد مصلحة البلد، وأنا أفتكر إنه لابد إنه تتعرف الأسباب وتتعالج الأسباب بأسرع ما يمكن، وتتوحد الآراء في قضية مهمة زي قضية سد النهضة وقضية مياه النيل وغيرها من القضايا المهمة. بالنسبة لي أنا أفتكر إنه يعني في عدة أسباب بتخلي الانقسام الحاد في الآراء ده. يعني أول حاجة الشخصية السودانية عموما يعني بتلقى عندها ميل نحو الانقسام وشخصنة المواضيع. والقضية دي واضحة مثلا ممكن في ثورة ديسمبر العظيمة، بتلقى إنه يعني الناس كلها توحدت في الثورة، وبعد ما انتصر الشعب السوداني وجدنا إنه يعني الثورة تكاد تكون ماتت من كثرة الانقسامات يعني. فالشخصية السودانية جد يعني الناس مفروض يشوفوا إيه المشكلة في الحتة دي ويحاولوا يعالجوها. الحاجة الثانية أفتكر إنه الحكومة لها دور في الانقسام ده، ووزارة الري بالذات، لأنه ما في وضوح، ما في تمليك للمعلومة، ما في شفافية. أنا أفتكر إنه لازم يعني، وأتمنى إنه الحكومة السودانية ووزارة الري
يغيروا المنهج بتاعهم. أنا عارف إنهم عملوا كثير جدا من الندوات والمحاضرات لكنها كانت في غرف مغلقة، ومعظم السودانيين ما على علم بالحاصل شنو. فأنا بفتكر إنه من الضروري إنه ينزلوا لرجل الشارع، ينزلوا للناس بمختلف توجهاتهم، ويوروا يوضحوا الحقائق يعني، عشان ما تغيب الحقائق. وفي غياب الحقائق يعني المعلومات الخاطئة والمغلوطة بتسود الساحة، فلا بد انه تتملي الساحة بالمعلومات الحقيقية من المصادر الحقيقية ومن الدراسات الحقيقية. السبب الثالث انا بفتكر للتنازع الوطني حول القضية دي دور المخابرات المصرية، والمخابرات المصرية يعني لها دور كبير جدا في حياة السودان منذ الاستقلال ومما قبل من قبل الاستقلال يعني. وما في أدلة على كده من إنه ملف السودان لدى مصر هو ملف أمني وبتديره المخابرات المصرية يعني. والسفير المصري في السودان يعني منذ الاستقلال بيكون من المخابرات يعني. وأنا قبل كده بسمع لمقابلة مع وزير من وزراء الري المصري السابقين بيقول في كلامه إنه قبل كده مشى للرئيس المصري حسني مبارك وقال له يا أخي إحنا عايزين نتمنى إنكم تغيروا السفير المصري من ضابط مخابرات لسفير مدني يعني، لأنه القصة دي يعني بتصير شكوك في أذهان السودانيين وبالتالي التعامل معانا ما بيكون مريح يعني. ف كان ملف السودان ولا زال يعني ملف مخابرات وأمن وطني، والقضية دي أنا حتطرق لها في المحور الثالث بعد ما أتكلم عن النزاع الإقليمي اللي هو المحور الثاني من النقاش.